اليوم البرغل اللي جيبوا فيه من تركيا يا سيد، البرغل لو كيتباع في الحوانت ويقول لك هذا خير من تعطون زاد البياع التاجر زيد يمسحك زيد يهرس بلاده اكثر. تقول ايطاليا سيدي بعدنا، نحن فتنا ايطاليا وجبنا من تركيا وان شاء الله ما نواصلوش هكا، وان شاء الله معناها المشرفين على الفلاحه نتاعنا يفيقوا على رواحهم. توا لقينا نحن وزاره البيئه فاقت، وزاره الفلاحه مازالت ما فاقتش. سيب زريعتك الاصليه تاخذ المهج برجع لي وانت ماكش فايق على روحك يا خويا. اعطيني ناحي 10 شكاير ونزرعهم كل عام ويجيبوا ويريزستي على المراض ويريزستي على القلب ما لقاش فيها دواء. ترى ازرعها في بلاصه قاحله وتنبتلكش كي ما تنبتلكش ما تلقاش روحك. كي ناخذوا متر مربع تراب تلقاه فيه 10 مليار بكتيري، النبته تعيش من البكتيري. بالاراضي هذه اللي تجي في اراضي في تبربه وكل شيء زيرو بكتيري، ما تعطيهاش علفتها ما تجيكش. يلزم الناس تفيق على روحها. قتلوها الارض مات سم كونسير. لي بيسيسيد اللي يدوروا في تونس دي بيسيسيد ماهمش هومولوجي، فيهم ياسر دي بيسيسيد يعني ممنوعين في اوروبا، وفما ياسر منهم زاد كيف كيف معناها مبيدات قاتله يعني معناها مواد قاتله اللي هي خارج داخل البلاد من غير اور كونترول يعني اور سيركوي. الفلاح ما فماش قروض، نهزك للبي تي اس ونهزك للبي ان ار في جندوب ما يعطيكش قرض. مغلق الابواب هذيا من التسعينات، جو عطوه قروض مسهله، عباد ما خذته ما خلصتش خاطر عطوه بطريقه عشوائيه. عطوه لفلان وفلان وبالمحاباه واكسترا. عباد هذيك ما خلصتش، اليوم البنك لقيتها تعلق الحكايه هذيك ما يعطيكش. اراضينا ماهيش مسجله، معظم اراضي جندوب على الشيء. كيفاش تحبني ناخذ انا قرض؟ الضمان شكون باش يضمن فيه؟ فما حد باش يضمن توا، هي الدوله ما عادش عندها فيك ثقه.